بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسية هم هذا الحوار. بونجور مسيو غون جي دي اس ام اس فرانس. بونجور مسيو غون جي دي اس ام اس فرانس. كما نقول يوم سعيد سيد غونجي من اس ام اس فرانس، من شركة او مؤسسة اس ام اس فرانس. بونجور كما نقول يوم سعيد او ممكن ان تعني مرحبا. بونجور مسيو غون جي دي اس ام اس فرانس. كما نقول مرحبا سيد غونجي من اس ام اس فرانس، أو يوم سعيد سيد غونجي من SMS France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. أنا أتصل، أنا الآن أتصل pour vous dire لأقول لكم que je n'ai pas encore reçu بأنني لم أتوصل بعد. إذن أنا أتصل بكم لأقول لكم بأنني لم أتوصل بعد. Que je n'ai pas encore reçu les invitations. بأنني لم أتوصل بعد بالدعوات. Les invitations مقصود بها الدعوات، أنك تدعو أشخاصا مثلا إلى حفل. إذن نتكلم عن les invitations. Invite quelqu'un يعني أنك تدعو شخصا، يعني تتعرض عليه. إذن j'appelle، أنا أتصل، أنني أتصل بكم. J'appelle pour vous dire أنا أتصل بكم كما نقول لأقول لكم pour vous dire لأقول لكم كما نقول هنا من أجل لكم أقول المقصود من أجل أن أقول لكم que je n'ai pas encore reçu بأنني لم أتوصل بعد j'ai reçu هذا le passé composé ديال le verbe recevoir j'ai reçu هذا le passé composé ديال le verbe recevoir إذن هو الماضي المركب يعني هو نوع من الماضي لفعل توصل j'ai reçu une lettre يعني أنا توصلت برسالة j'ai reçu les invitations يعني أنا توصلت بالدعوات l'invitation مقصود بها الدعوة لكن هنا نتكلم عن les invitations مقصود بها هنا أوراق الدعوة إذن الشخص ربما عنده حفل ويريد أن يطبع أوراقا والتي من خلالها ستكون هاد ليزانفيتاسيون يعني ليزانفيتاسيون مقصود به هي الدعوات يعني أنك تقوم بدعوة أشخاص إذا نتكلم عن الفيرب انفيتي انفيتي يعني أنك تدعو انفيتي كيلكا كما قلنا يعني أنك تدعو شخصا نقول مثلا كومون انفيتي كيلكا شي سوا اون فرانس Comment inviter quelqu'un chez soi en France يعني كيف تدعو شخصا لعندك المقصود ليأتي عندك إلى المنزل en France في فرنسا Comment inviter quelqu'un chez soi en France كيف تدعو شخصا عندك المقصود ليأتي عندك en France بفرنسا Bonjour monsieur Garanger de SMS France J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations. Bonjour monsieur Garanger de SMS France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations. طبعا les invitations كما قلنا هنا المقصود بها بطائق الدعوة وليس الدعوة في حد ذاتها. لذلك يقول المتكلم que vous deviez imprimer التي يتوجب عليكم طبع المقصود طبعها que vous deviez imprimer التي يتوجب عليكم طبعها que vous deviez عدنا le verbe devoir يعني توجب que vous deviez imprimer التي يتوجب عليكم طبعها المتكلم عليه أن يقول j'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les cartes d'invitation que vous deviez imprimer إذن أنا أتصل بك لأخبرك بأنني لم أتوصل بعد ببطائق الدعوة ولكن هو ماذا قال له؟ أنا أخبرك بأنني لم أتوصل بعد بالدعوات que vous deviez imprimer التي عليكم أن تطبعوها التي عليكم طبعها إذا أخذنا مثالا voilà c'est une carte d'invitation pour anniversaire voilà c'est une carte d'invitation pour anniversaire إذن هذه بطاقة للدعوة بمناسبة عيد الميلاد بمناسبة عيد ميلاد شخص من الأشخاص
إذن هذه بطاقة دعوة لشخص من الأشخاص بمناسبة عيد ميلاده. إذن كما نلاحظ جو تانفيت أمون أنيفيرسير، أنا أدعوك لعيد ميلادي لو ساندي 14 نوفمبر. جو تانفيت أمون أنيفيرسير، أنا أدعوك لحفل عيد ميلادي لو ساندي 14 نوفمبر 14 شهر نوفمبر أبارتيغ دو 15 انطلاقا من الثالثة مساء. ثم تتضمن هد البطاقة عنوان المكان، ثم تتضمن هد البطاقة عنوان المكان. هذه بطاقة دعوة. إذن طبعا هذا الشخص يريد أن يطبع منها كم؟ جون افي كوموندي 1000، يعني أنا طلبت منها 1000. إيفو دوفيي مولي ليفغي، إيفو دوفيي مولي ليفغي إياه، وكان عليكم أن تسلموني إياها الأمس. ديرني ديلي آخر أجل، يعني أنه كان آخر أجل لتسليم هذه البطائق البارحة أو الأمس. فيي مغابلي لو بلي فيت بوسيبل، يعني اتصلوا بي من فضلكم كما نقول بأقرب وقت ممكن. هنا عندنا الأكثر سرعة ممكنة، لو بلي فيت بوسيبل كما نقول أكثر سريعا ممكنا، المقصود هنا بأكثر تنفيذ سريع، بتنفيذ أكثر سرعة ممكنة كما نقول. إذا المقصود هنا في أقرب وقت ممكن. veuillez me rappeler le plus vite possible، من فضلكم اتصلوا بي في أقرب وقت ممكن. merci، شكرا. إذا هذه جملة الحوار. bonjour monsieur Grange de SMS France، j'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé 1000 et vous deviez me les livrer hier. Dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci. Bonjour Monsieur Granger de SMS France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé 1000 et vous deviez me les livrer hier. Dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci. Tu m'as indiqué le reward tiani. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentré de vacances et que j'ai bien hâte de te voir pour te raconter tout ça. J'espère que de ton côté, avec tes parents, ça s'est bien passé. Rappelle-moi vite. Bisous. Oui, salut ma petite dame. Naam, comme on dit, مرحبا سيدتي الصغيرة. أو تحية سيدتي الصغيرة. تأتي بهذا المعنى. طبعا سالي كما نتكلم عن ترحيبين أو عن تحية. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentré de vacances. فقط من أجل أن أقول لك que je suis bien rentré de vacances. بأنني كما نقول دخلت من العطلة. المقصود بأنني رجعت من العطلة. Et que j'ai bien hâte de te voir. وبأنني عندي عجلة لأراك. هذا المقصود به l'empressement. لاهات المقصود بها لومبريسمون، يعني العجلة، يعني الإنسان يكون في عجلة من أمره. جوست بور تو دير كو جو سوي بيان رونتخي دو فاكونس إي كو جي بيان هات دو توفواغ، وأنني عندي عجلة لأراك. طبعا هناك فعل آخر عنده علاقة بهاد الكلمة اللي هو لو فيرب سوهاتي. سوهاتي المقصود بها سو بريسيبيتي أو بيان سو ديبيشي. سو بريسيبيتي أو بيان سو ديبيشي. إذا سوهاتي المقصود به أنك تسرع، أنك تعجل. سو بريسيبيتي أو بيان سو ديبيشي. هنا عندنا اسمنا جي بيان هات، أنا عندي عجلة. جي بيان هات دو توفواغ، لكي أراك أو لكي أراك. بوغ تو راكونتي تو سا، لكي أحكي لك كل هذا أو لأحكي لك كل هذا. هنا طبعا المتكلم يتكلم مع سيدة. إيكو جي بيان هات دو توفواغ بور تو راكونتي تو سا، لكي أحكي لك كل هذا. جيسبيغ كو دو طون كوتي، أنا أتمنى بأنه من جهتك أو من جهتك في حالة أخرى. جيسبيغ كو دو طون كوتي، أنا آمل. عندنا الفيرب إسبيغي، ومنها كلمة ليسبواغ، ومنها كلمة ليسبواغ يعني الأمل. J'espère que de ton côté, أنا آمل بأنه من جهتك
أو من جهتك في حالات أخرى جيسبير كو دو تون كوتي افيك تي بارون أنا آمل بأنه من جهتك افيك تي بارون مع والديك ساسي بيان باسي بأن الأمور قد مضت بشكل جيد غابل موافيت تذكريني بسرعة تذكريني في أقرب وقت غابل موافيت تذكريني أو اتصلي بي فيت كما نقول بسرعة المقصود في أقرب وقت بيزو إلى اللقاء بيزو تعني قبلة وممكن أن تعني أسلم عليك بيزو أتوى يعني أنا أسلم عليك وممكن أن تعني بمعنى آخر مع السلامة وتعطي انطباع مع السلامة تقال عند الافتراق أو عند نهاية الكلام وكأنك تقول للشخص مع السلامة أو إلى اللقاء ثم عندنا الحوار التالي Bonjour Robert Madame merci à l'appareil Un éducateur vient de tomber malade Et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil Du jour de demain 19h-17h Seriez-vous disponible Bonjour Robert Madame merci à l'appareil Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour de demain 19h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. Eden, bonjour Robert. Yom Saïd Robert. Madame, merci à l'appareil. Asseyida, merci. Fil ittisal. À l'appareil. Comme on a dit à l'aljihaz. Annaha à l'aljihaz. Al-hatif. Madame, merci à l'appareil. إذن السيدة ميرسي كما نقول أنها المتصلة هي التي تتصل بك أو بك الآن أن إدوكاتور مربي أو مدرس فيه دو طون بمالاد أنه سقط قبل قليل مريضا إي جوغي بزوان دان رومبلاسون وسيكون لحاجة للبديل المقصود لشخص يعوضه Et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil du jour de demain 19h-17h. وسيكون عند خصاص لبديل أو لشخص يعوضه pour l'accueil du jour de demain. Pour l'accueil يعني من أجل استقبال. من أجل استقبال ماذا؟ du jour de demain. من أجل استقبال يوم غد. du 9h-17h. du 9h-17h. من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء سوريفو ديسبونيبل هل ستكونون موجودين نقول عن شيء بأنه ديسبونيبل يعني أنه متاح ومتوفر سوريفو ديسبونيبل هل ستكون متاح هل ستكون جاهز سوريفو ديسبونيبل سوريفو ديسبونيبل هل ستكونون متاحون هل ستكونون جاهزون Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. شكراً على اتصالكم بي rapidement يعني بسرعة pour me dire لكي تقول لي ce qu'il en est. ماذا هناك؟ ماذا يوجد هناك؟ لكي تخبرني هل أنتم ستكونون جاهزون أم لا؟ À plus tard إلى وقت لاحق. À plus tard إلى وقت لاحق. Bonjour Robert. Madame merci à l'appareil, un éducateur vient de tomber malade et j'aurai besoin d'un remplaçant pour l'accueil du jour de demain, 9h-17h, du 9h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. ثم هذا الحوار الأخير. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h. Et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa. Hé, hey, ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée. Mais c'est un peu cher. Alors, dis-moi, si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse à vendredi. Salut Seb. C'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h. Et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa. Hé, hey, ne m'oublie pas. Dis, Je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors sois sympa. Hé, hey, ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée. Mais c'est un peu cher. Alors, dis-moi si tu veux bien participer.
Alors, dis-moi, si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse à vendredi. Allez, je t'embrasse à vendredi. Idem, salut Seb. كمل نقول مرحبا سيب أو تحية سيب سكليم سكليم إنه كليم المقصود أنا كليم دي قل طبعا عدنا لو verb dire à l'impératif عدنا لو verb dire à l'impératif تقول لشخص دي إذن ديزون ديت قل فلنقول كلنا أو قولوا أو قولوا ديت لا vérité قولوا الحقيقة هنا عندنا دي قل أنا سأتصل بك عند وصولي عندك je te rappelle أنا سأتصل بك مرة أخرى que j'arrive chez toi que j'arrive chez toi المقصود dès que j'arrive chez toi je te rappelle dès que j'arrive chez toi je te rappelle que j'arrive chez toi je te rappelle que j'arrive chez toi أنا سأتصل بك أو أعيد الاتصال بك que j'arrive chez toi المقصود هنا dès que j'arrive chez toi منذ أو عندما أصل عندك إذن دي je te rappelle que j'arrive chez toi أنا سأتصل بك منذ أن أصل عندك vendredi à 18h يوم جمعة مع السادسة مساء إيكو je n'ai pas les clés إيكو je n'ai pas les clés وبأنه ليس عندي مفاتيح وبأنه ليس عندي مفاتيح إذن أنا سأتصل بك عندما أصل لتعطيني مثلا المفاتيح alors sois sympa alors sois sympa hey لذلك كن لطيفا أو متعاطفا طبعا كما لو يقول المتصل لي المتصل به فلتتذكرني أو فلتكون عند الموعد مثلا إذن alors sois sympa hey كأن إشارة للتنبيه إذن ألا سو سامبا هي نو موبلي با نو موبلي با طبعا عندنا لو فيرب أوبليي هي ناسية نو موبلي با يعني لا تنساني نو موبلي با لا تنساني بور لو كادو دو بابا فيما يخص هدية أبي جي تروفي اون سوبر إيدي بور لو كادو دو بابا بالنسبة لهدية أبي جي تروفي اون سوبر إيدي أنا وجدت فكرة رائعة مي سامبا شير ولكنها غالية الثمن بعض الشيء مي سامبا شير ولكنها غالية الثمن لبعض الشيء alors dis-moi إذا قل لي si tu veux bien participer إذا كنت تريد أن تشارك alors dis-moi إذا قل لي si tu veux bien participer إن كنت تريد بشكل جيد كما لو نقول المشاركة علي علي طبعا سلفاب علي كما لو يقول له اذهب المقصود إلى اللقاء بمعنى آخر je t'embrasse à vendredi je t'embrasse à vendredi إذن أنا أسلم عليك كما لو يقول له هنا أنا أقبلك أنا أسلم عليك وإلى يوم الجمعة سالي ساب سكلام دي كما لو يقول له دي موا قل لي je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés alors sois sympa hey ne m'oublie pas pour le cadeau de papa j'ai trouvé une super idée mais c'est un peu cher alors dis-moi si tu veux bien participer allez je t'embrasse à vendredi نكتب القلب حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله